مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وأهلا بكم في هاشتاج جديد. زي ما أنتوا عارفين طبعا هاشتاج أهلي بنشوف كل اللي موجود على السوشيال ميديا سواء من فيسبوك أو من تويتر أو من إنستغرام، وبنجيبه لحضراتكم. ما تنسوش تتابعونا على السوشيال ميديا بتاعت برنامجنا على هاشتاج أهلي بالفرانكو على فيسبوك وتويتر وإنستغرام. زي ما انتم عارفين طبعا بيكون معانا موضوع او سؤال بتشاركونا فيه من خلال ارائكم اللي بتبعتوها لنا على صفحاتنا على السوشيال ميديا. هنشوف سؤال حلقه النهارده من هاشتاج اهلي بيقول: من هو صاحب اول اهداف الاهلي في بطوله كاس مصر؟ خلينا اقول لكم هيكون قبل ما نبدا يعني حلقه هاشتاج اهلي، خلينا اقول لكم هيكون معانا ايه في الحلقه النهارده. احمد حمدي بيقضي فتره معايشه في اودينيزي الايطالي طبعا زي ما انتم عارفين. وتريزيجيه بيتالق مع قاسم باشا التركي. وانشيلوتي بيحصد اللقب 19 في مسيرته التدريبيه. اهلا بكم مره ثانيه في هاشتاج اهلي، وتعالوا نشوف السوشيال ميديا كان عليها ايه. والبدايه مع الفيسبوك، واهتمت صفحات السوشيال ميديا الاهلاويه غير الرسميه بمواجهه الفريق طبعا القادم ضد سموحه في نصف نهائي كاس مصر. والبدايه كانت مع صفحه الاهلي فانز، واللي اهتمت بجاهزيه المهاجم عماد متعب لمباراه سموحه، وده بعد تعفيه من الاجهاد اللي عانى منه في الفتره الاخيره. وعلقت الصفحه على الصوره اللي نشرتها للاعب وكتبت: الجهاز الفني بيعلن جاهزيه عماد متعب للقاء سموحه الاربعاء المقبل. طب يا ترى بقى يعني بعد اعلان الصفحات عن جاهزيه عماد متعب، وان احنا عارفين ان عماد متعب بقى سليم، هل كابتن حسام بدري بقى هيدي عماد متعب وهنشوف عماد متعب في الماتش بقى ونشوفه كده يرجع تاني في الملعب، ولا هيستمر عماد متعب على دكه البدلاء حتى ما بقاش تغيير اول ولا تغيير تاني ولا تغيير تالت؟ بنشوف عماد متعب يعني نفسي انا شخصيا امنيه حياتي اشوف عماد متعب يكون موجود ان شاء الله في مباراه سموحه، وما يكونش تبديل اول او تبديل تاني. نفسي نشوف عماد متعب حتى يعني يشارك اساسي حتى لو لمده نص ساعه شوط، يعني خلينا يعني نفسي نشوف عماد متعب. عماد متعب انا اتكلمت قبل كده عن عماد متعب، واكيد عماد متعب مش مستنيني انا اللي اتكلم عليه، اكيد كل مصر بتتكلم عليه. عماد متعب قيمه كبيره جدا جدا جدا. نفسي كابتن حسام بدري يبص لعماد متعب ويعرف تاريخ عماد متعب، ويعرف ان عماد متعب مش مكانه على دكه بدلاء النادي الاهلي، عماد متعب مكانه في الملعب ان شاء الله تكون موجود في ماتش سموحه. اما صفحه اخبار الاهلي فنشرت صوره لتتويج الفريق بلقب بطوله الدوري العام، وكتبت على الصوره: الكاس اهلي وقلوب. كمان صفحة مليك إيفونا نشرت صورة للفريق من التدريبات، وقالت إن الجهاز الفني خصص فقرة لركلات الجزاء، وده استعدادا لمباراة سموحة. أما صفحة صوت الأهلي اللي اتكلمت على عمرو السولية في بوست نشرته على صورته، وكتبت: من الصعب تلاقي لاعب بيلتحم وبيجري، وطبعا بيجري كتير ولياقته ومجهود عالي في كل ماتش، وكمان بيقطع كور كتير يعني، وكمان بيقدر ينقل الكورة ويسدد ويعمل تمريرات مؤثرة، ويقدر يلعب موسم كامل بأداء ثابت. تقريبا كل المميزات دي موجودة في عمرو السولية، ولا غنى عنه في نصف ملعب الأهلي أو منتخب مصر. الله أعلم نشوف عمرو السولية في نصف ملعب الأهلي في ماتش سموحة ولا لأ. ونروح لصفحة الأهلي نيوز، واللي نشرت صورة للمرحوم طبعا رحم الله محمد كابتن محمد عبد الوهاب نجم النادي الأهلي، وكتبت على الصورة: مين فينا يقدر ينساك ولو للحظة. طبعا محدش يقدر ينساك النجم الكبير الخلوق محمد عبد الوهاب، ألف رحمة يا رب وربنا يرحمك برحمته يا رب العالمين. طب تعالوا نروح على تويتر ونشوف تويتر كان على ايه. والبدايه مع صفحه ليفربول الانجليزي، واللي نشرت فيديو للاعبنا الدولي محمد صلاح، وده خلال التقاطه سيلفي مع جمهور الريدز من المدرجات في مشهد رائع. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع تاني. We'll be right back.
أما صفحة المحترفين المصريين والمهتمة بتغطية أخبار كل محترفينا في العالم فنشرت مجموعة صور لمدافعنا الدولي أحمد حجازي طبعا من مباراة فريقه الأخيرة الودية كانت مع ديبورتيفو لاكرونيا الأسباني واللي انتهت بخسارة ويست بروميتش 2-0. تعال نشوف صور لأحمد حجازي اللي نشرتها ونرجع فيها. احتفلت صفحة الدوري الإنجليزي بعيد ميلاد روبن فان بيرسي طبعا هداف منتخب هولندا السابق اليوم الـ 34 وده بعد مسيرة حافلة من اللحظات السعيدة والأهداف المميزة في ملاعب إنجلترا وهولندا وتركيا. واختارت الصفحة هدف اللاعب طبعا في مرمى إسبانيا في كأس العالم 2010. تعال نشوف هدف فان بيرسي ونرجع تاني. نشر الدوري البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة من عودته للتدريبات مرة تانية مع ريال مدريد وعلق نجم الملكة على الصورة وكتب العودة من جديد. تعال نشوف صورة كريستيانو رونالدو اللي نشرها ونرجع تاني. كمان نشر صفحة بايرن ميونخ انفوجراف لمدرب فريقها الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق وده بعد ما أضاف اللقب 19 في مسيرته التدريبية بالسوبر الألماني. طبعا كان أمس على حساب بروسيا دورتموند وحصد أنشيلوتي مع ميلان 8 ألقاب كان أبرزهم دوري أبطال أوروبا مرتين ومع تشيلسي دوري وكاس ومع باريس سان جيرمان لقب الدوري ومع ريال مدريد 4 ألقاب أما في الآخر مع بايرن ميونخ 3 ألقاب حتى الآن. اما بقى باريس سان جيرمان والفرنسا طبعا كلها ما بتنامش بسبب صفقه نيمار فنشر فيديو لبرج ايفل اللي بيتزين باسم المهاجم البرازيلي نيمار وده احتفالا بانتقال اللاعب الى نادي العاصمه الفرنسي. تعال نشوف الفيديو ونرجع تاني.
جميله طبعا، احتفال رائع وتقديرا للنجم نيمار. نيمار يا جماعه هيكسر الدنيا، نيمار لعيب كبير من وجهه نظري، يعني احسن لعيب في العالم، هو صاحب ال 222 مليون يورو اللي اتدفعوا فيه، وبصراحه يستحقهم يعني. كمان تعال نروح بقى من على تويتر، نروح على انستجرام ونشوف كان عليه ايه، والبدايه مع حسين السيد، واللي نشر على الستوري الخاص بيه على حسابه على انستجرام صوره بتجمعه مع زميله في الاهلي عبد الله السعيد، وعلق عليها وكتب بكلمه بوده طبعا، وده دلع عبد الله السعيد. كمان غادر احمد حمدي لاعب الاهلي الى ايطاليا لقضاء فتره المعايشه مع فريق اودينيز الايطالي، ونشر حمدي صوره على حسابه على انستغرام من مطار القاهره، كان مع رفقه احد من اصدقائه. اما نجمنا المصري محمود حسن تريزيجيه فنشر صوره ليه من مباراه فريقه قاسم باشا التركي، كانت ضد فريق اسطنبول واللي سجل فيها محترفنا هدفين، وكتب تريزيجيه على الصوره شكرا يا الله. طبعا زي ما احنا عارفين الماتش خلص 3-1، تريزيجيه سجل هدفين في المباراه. نشر احمد المحمدي صوره ليه من مباراه فريقه استون فيلا مع هال سيتي، وكتب الجناح الدولي المحمدي على الصوره، دعم كبير حصلنا عليه من جماهير فيلا بارك، كنا نستحق نتيجه افضل وسنسعى للتعويض في المباراه المقبله. اما فرانك ريبيري فنشر صوره مع زملائه اللاعبين في بايرن ميونخ، وده بعد تتويجهم ببطوله السوبر الالماني على حساب بروسيا دورتموند، وكتب الدولي الفرنسي على الصوره الفريق. اما مارسيلو ظهير ايسر ريال مدريد طبعا فنشر لزوجته واولاده صوره على انستغرام، وعلق على الصوره بكلمه وحشتوني جميعا. اما صفحه بيسبول فنشرت صوره للارجواني لويس سواز مع البرازيلي فليب كوتينيو نجم ليفربول الانجليزي، وده في اشاره الى اقتراب الاخير من الانتقال الى برشلونه لتعويض رحيل طبعا نيمار في هجوم الفريق الكتالوني. تعالوا نروح نشوف الفيديوهات اللي بتبقى موجوده معانا في هاشتاج اهلي، واول فيديو معانا النهارده هو لجميع اهداف محمد صلاح مع ليفربول، واللي انهى فتره الاعداد للموسم الجديد من الدوري الانجليزي. تعالوا نشوف اهداف ابو صلاح ونرجع تاني. ما بين الفريقين المباراة التي سوف تلعب في 23 من شهر سبتمبر من هذا العام، وذلك في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في هذا الموسم. كرة وصلت صلاح عند الكرة، يمرر كرة مميزة، ترسل عالية، الصلاة والهدف الثاني في هذا اللقاء، والهدف الثاني بقميص ليفربول. هذا الصغير، هذا القصير، لكن لم يكن كذلك في الكرة الماضية بكرة راسية، وبهدف التعادل يرد على اسلام سليماني ويسجل هدف التعادل. حدث حتى في 99 امام أليكس بيرجي، ساديو ماني كالعادة المواجهات السرعة على الارض، اللعب اللي على الارض، ساديو ماني بيدور على الباك الشمال، فين البرتو، حطها له، جميلة الكرة إلى مصلحة ليفربول الذي يهاجم ويواصل الهجوم وهو صاحب الأفضلية في ثمان شوط المباراة الأول، يتوج هذه هدف. مدربين في عملية التبديل، هذه الكرة موجودة إلى مصلحة ليفربول ومحاولة التسديد، الله يا ولد يا لعيب. هاجر، هذه الكرة ملعوبة إلى الأمام، محمد صلاح، هدف ثالث، هدف ثالث من محمد صلاح الفيراني، سجل الهدف الثالث لطائر الريد. Stand by me.
دي كانت مجموعة أهداف محمد صلاح من منذ يعني انتقاله لليفربول الإنجليزي. ربنا يكرمك يا رب إن شاء الله صلاح يكون هداف الدوري الإنجليزي. كمان تألق النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق قاسم باشا التركي ونجح في تسجيل هدفين في مرمى اسطنبول سبور بنتيجة 3-1 في لقاء ودي جمع ما بين الفريقين استعدادا لانطلاق الدوري التركي الأسبوع المقبل. تعال نشوف أهداف تريزيجيه ونرجع تاني. كل التوفيق طبعا لمحترفينا في الخارج سواء محمد صلاح او النني او عمرو ورده او 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 يعني كل محترفينا في الخارج يا رب ان شاء الله ربنا يكرمهم ويقدموا مستويات عاليه طبعا جدا. كمان عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو الى تدريبات ريال مدريد بعد الاجازه الطويله واللي كان حصل عليها كريستيانو طبعا بعد بطوله كاس القارات، وبيستعد الملك لبدايه الموسم الجديد وبطوله السوبر الاوروبي طبعا هتكون امام مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء القادم، وهتكون مباراتي ذهاب واياب السوبر اسباني امام برشلونه في 13 و16 اغسطس الحالي. هنشوف كريستيانو رونالدو ونرجع تاني. كمان شهدت مباراة نوريتش سيتي وفولهام في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي طبعا للتشامبيونشيب احتفالا مجنون من نيلسون أوليفيرا لاعب نوريتش بعد إحرازه لهدف تعادل فريقه في الدقيقة 88، وده بعد نزوله بديلا وتوجه نحو مدربه وخلع قميصه ووضع كده اسمه أمام وجه المدرب في إشارة منه لكي يتذكر أنه يشاركه أساسان فيما بعد. تعال نشوف الفيديو ونرجع تاني. Lovely takedown, it's Oliveira! Norwich equaliser! 11 goals last season, and another one in Nelson's column. Look at the celebrations from Daniel Farke. The substitute comes up trumps for Norwich City, and is that a sign? كمان حان العداء جاستن جاتلين لنظيره ليويسن بولت بعد تفوقه الاسطوري الجامايكي في سباق ال 100 متر ببطوله العالم لالعاب القوى، وكانت المقامه في لندن في مشهد رائع. تعال نشوف المشهد ونرجع تاني. Er heizt die Stimmung nochmal an, aber eigentlich geht es ja gar nicht, wenn Usain Bolt mit in einem Finale ist, dann ist es so. Wer Teufel los, lassen wir ihn von allein.
das Buch mit seiner unvorstellbaren Sprintgeschichte mit einem weiteren großen Erfolg zu? Oder enteilen ihm die Youngster links in Blau und Grün? كانت فيديوهاتنا واخبارنا النهارده من هاشتاج اهلي. تعالوا نرجع لسؤال حلقه النهارده، وكان بيقول من هو صاحب اول اهداف الاهلي في بطوله كاس مصر. هنشوف الناس قالت ايه على سؤال حلقه النهارده. هبتدي بمحمد جو، بصراحه ان هو ضحكني. محمد جو قال الحمد لله مش عاوز اتكلم عن نفسي كتير، بس اول واحد سجل هو انا لما كنا بنلعب الزمالك وكسبنا 3-0، انا اللي جبت الثلاث اهداف الحمد لله. بعد كده كتب هو في مدافع يجي قبل قفل باب القيد الافريقي ولا لا؟ الله اعلم. جو دي حاجه في علم الغيب والله بصراحه. عبد الرحمن اشرف كتب عمرو جمال احلى مسا عليك عبد الرحمن. اسماء عمرو جمال والتاني هاشتاج العشوائي، انا العندليب عمرو جمال في الالومنيوم. عبود العالمي عمرو جمال هدفين، ثم ياتي مؤمن زكريا بالهدف الثالث، ثم هاتريك للقناص وكبير القناص وكبير الهدفين طبعا كابتن عماد متعب. بسمله كتبت عمرو جمال، احمد عبد المقصود عمرو جمال، سمسمه كتبت الغزال عمرو جمال، احمد سعد عمرو جمال برضو، يعني كل الناس كاتبه عمرو جمال. احمد خليل حبيبي يا كابتن يحيى، تحياتي لاحلى اعلامي في مصر. حبيبي يا احمد والله العظيم تحياتي ليك، ربنا يبارك لك يا رب. واللي جاب الهدف هو الغزال عمرو جمال، حلمي الاهلاوي الغزال عمرو جمال، وان شاء الله الاهلي وان شاء الله البطوله السنه دي لينا يحيى ان شاء الله. حلمي سعد الكره المصريه، حبيبي عم سعد الغزال عمرو جمال هو هيمشي من الاهلي ولا الله اعلم. يوسف ابو ادريس احلى مسا عليك يا كابتن يحيى. عمرو جمال احلى مسا عليك يا عم يوسف. احمد سعد عمرو جمال، ايهاب الجمال عمرو جمال، نور برضو عمرو جمال، علي الاهلاوي الغزال، نغوم الكابتن والغزال في ماتش الالومنيوم اللي جبنا فيها الالومنيوم في شوال، واحلى مسا عليك يا يحيى احلى مسا عليك يا نغوم. رضوى احمد كتبت عمرو جمال وانتهت المباراه 6-0 وسجل القناص هاتريك. الغزال ومؤمن تقريبا جول. حاضر يا استاذ امير حديدي بيقول لي يلا، للاسف الوقت خلص وانا ما اقدرش اكسر له كلمه. امير حديدي صاحبي يعني، للاسف بيكون وقت برنامجنا خلص النهارده من هاشتاج اهلي. ما تنسوش تابعونا على السوشيال ميديا بتاعه البرنامج على هاشتاج اهلي بالفرانكو على فيسبوك وتويتر وانستغرام. اسيبكم دلوقتي مع زميلي المحترم ونجم النجوم كابتن عبد الحميد حسن وحلقه جديده من استاد الاهلي. السلام عليكم.